لو قررت ان انت تكلم باباك او مامتك وتقول لهم ان انت هتستغل فلوس الدرس في خروجه مع صحابك، يا ترى ايه هيكون رد فعله؟ ليه تولعي فيا ليه؟ بقول لك انا ما روحتش خدت فلوس الدرس ورحت قعدت بقى مع اصحابي. هي اللي فلوس دي اللي معاك فلوس الدروس. انت بتعبط يا احمد. جبت هدوم بفلوس الدرس. اديتني 500. 500 دينار امك جابتني الكهرباء. ايوه احمد عامله ايه؟ انت بتتكلم من تليفون ماركو ليه؟ ايه؟ ومين ماركو ده؟ وانت مسجلت واحد صاحبي، انت مسجلت تليفون صاحبي ليه؟ خلاص يا ماما تجيبي غيرها. يا ماما انت معاكي كتير، انت ما تجيبي غيرها عادي يعني ان اخد الفلوس اروح مش هقدر ارجعها له. طيب ماشي يا حبيبي ماشي. ايه الفساد ده؟ هتتخطب من مصروفك يا عناية. طب خلاص 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 ايه دي، استني ما تسيش بحد ده مقلب خلاص. طيب انا عيب عليك ضغط منك ليه؟ ضغط ايه؟ كل ده عشان الفلوس؟ هي الفلوس بتعمل كده فيكي؟ انت مجنون يا ابني. لا انت مجنون. يعني ايه مش فاهم؟ خد قول لابوك.